نوى الذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطني، وهو الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، والذي سيظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة. اليوم الذي جسد أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أنه لا تسامح في سيادتنا على أراضينا، ولا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة. إن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصاراً عسكرياً في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى لذلك إلى كونه انتصاراً على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حرباً وسلماً وتنميةً. فلم تكن أبداً حرب غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى. أثبتت مصر دولة وشعبا قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة المتغيرات الطارئة التي تسعى للنيل منها لتقويض أهداف التنمية والاستقرار. فقد حافظت مصر دوما على مبادئ العدل والسلام الساعي لتحقيق التنمية والازدهار، واستلهمت من روح أكتوبر وعبقريته ما دفعها نحو تحقيق المزيد من الانتصارات، سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية. الحضور الكريم، لقد سلكت مصر طريقا شرطا من اجل بناء دوله حديثه وصولا الى الجمهوريه الجديده، وبدات في تحقيق عمليه شامله وعميقه لصياغه المستقبل المنشود لاجل الاجيال الحاليه والمستقبليه وفق عمل جماعي متكامل ومتناغم بين كافه اجهزه الدوله، واستنادا الى رؤيه علميه ومستهدفات محدده تسعى لتحقيقها وصولا لرؤيه مصر 2030. فقد طالت جهود البناء والتنمية جميع مظاهر الحياة في مصر بلا استثناء لتحقيق هدفا محددا هو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان سعيا للحاضر ومستقبل أفضل. في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، نتقدم بتحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد محمد أنور السادات التي كان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أي اعتبار آخر، وبلغ بها بر الأمان والسلام. وأتوجه بالتحية عرفانا وامتنانا وتقديرا لأرواح أبطال مصر شهداء جيشها العظيم الذين روت دماؤهم الغالية تراب سيناء المقدس، فأصبر لنا سلاما وأملا في حياة الملايين المصريين.